الخلاهم ما اتفقوا شنو؟ لأن المخططات الجارية اللي خلت الناس ما تتفق. المخططات الجارية والمخططات الطويلة المدى الحسي أنا بتكلم عنها، يعني قوة الليلة تكون عندها مطار لوحده، عندها دبابات لوحدها، عندها أكثر من يعني أكثر من 300 ألف أو 500 ألف جندي. في دير ماشين وين؟ ماشين وين وماشين تسوي بشنو؟ ولمنو ذاته أصلا؟ وليه ما داري تخش في داخل الجيش؟ الكلام ده ما تسكت عنه أنت كمواطن سوداني. أنت لو إنسان وطني وفعلا صح أنك عندك وطنية ودائر جمهورية السودان كلنا كلنا وكلنا نعيش في أمان، لا يمكن نعيش في أمان وكل لسان إحنا الجيش حقنا مقطع، يعني أبناء الوطن الواحد في الجيش أي ناس قاعدين براهم. دي دائر إجابة بالمناسبة، الإجابة حقتها صعبة، الإجابة صعبة جدا بالمناسبة، وما أي زول بيقبل الإجابة دي. السؤال ده صعب وإجابته أصعب منه. قال جعته شايل المرة ولقيته شايل الحنظلة، يعني انت عارف القصة دي كويس، يعني دقاني بكى وسبقني شنو اشتكى، زي ما بقوله أقدر بدي النقارة عصا وبدي الحلة شنو عطا، دي نفس الشيء نفس الشيء. يعني هسي الكلام اللي بيقوله حميدتي مثلا، اللي بيقوله حميدتي في مجلس الوزراء، واللي بيقوله حميدتي مع قيادة الدعم السري واحد ما واحد. ليه انا بقول كده؟ اللهم بعد الظن شنو اسم اللهم اغفر لي، لكن بقول كده ليه؟ لان حميدتي ما داري يجيب قوته جوا الجيش. حميدتي قاعد هنا بفرده وهنا بفرده، انت فهمت؟ يعني حميدتي بدي النجارة عصا وبدي الحله شنو عطا، يا مدخل راسه هنا. انا والله بقعد في المجلس العسكري، لكن لو قالوا سيهم قول لهم هوي انا عندي قوات اكون ديلك لهم قصب عنكم انا اقعد، دي برضه ما صحيح. انت لو قعدت وداير تعمل السلام ضمن القوات دي كلها في الجيش، انت قبلها برتبه يعني ثاني قايساني في القوات المسلحه السودانيه، طيب داير شنو اكثر من ده؟ نائب مجلس العسكري. طيب نائب مجلس العسكري ده شنو؟ معناته النائب القائد العام للقوات الشعب المسلحة السودانية. كيف أنك أنت تكون عندك جيش مفصول براو؟ طيب فرق أنت بينك أنت وبين علي عثمان محمد طه شنو؟ إذا نحن جينا نظرنا أنه حميدتي عنده قوة لوحده، والقوة دي ما داري يدخلها في داخل الجيش السوداني، والقوة دي وخاطيها كدرجة بالنسبة له وقوة كبيرة جدا لا يستحام بها. طيب الفرق بين حميدتي وعلي عثمان محمد طه في الحتة دي بذات نفسها شنو؟ السؤال أنا سألته، الإجابة عندكم أنتم كمواطنين، هل أنه الكلام ده بيجوز؟ هل كلام منطقي؟ أنا عارف الناس بتتخوف من الحقائق، لكن كلامنا اللي بنقوله دايرين سلام في دارفور، دايرين سلام في جبال النوبة، دايرين سلام في الشرق، دايرين سلام في الغرب، دايرين سلام في ربوع الوطن كله، عشان يكون في وطن حقيقي لما نمشي لأهلنا دين. ودارين نقدم لهم العمل الطيب ده، نلقى فرصة أن نحن نقدم لهم عمل الطيب لأنه يكون في أمان. طيب لا قدر الله لو حصل لك أي حاجة، أنت هتبلغ منه مثلا هسي في دارفور مثلا في قوة اسمها قوة مشتركة، قوة مشتركة الجيش جاي من برا، هل أنه عندكم تحالفات؟ يعني قوة مشتركة اللي بنعرفها دي مفروض تكون أنه الجيش التشادي، الجيش الليبي، الجيش السوداني مثلا، أو الجيش التشادي، الجيش بتاع سنتر افريق، الجيش السوداني، دي قوات مشتركه. لكن في داخل الدوله يقول لك قوات مشتركه من قوات الدعم السريع، اسمع الكلام ده كويس، ومن الشرطه ومن الجيش. طيب دعم السريع ده جيش وذاته، والمسؤولين الماسكين الزمام منهم الدعم السريع. ليه؟ ليه الدعم السريع بيمسك الزمام بيمسك الامر احسن من العسكري المدرب والعنده؟ يعني انا ما لا انا عشان كده قلت لك شنو، انا ما دار اسكرك، ما دار اسكرك، لكن الكلام ده داير له حلول، داير له حلول، والحلول حقته في يد اللجان المقاومه، وانتوا فاهمين انا بقول فيه شنو، فاهمينه كويس الكلام اللي انا بقول فيه ده، انتوا فاهمينه كويس انا بقول فيه شنو، والحل عندكم انتوا، والحل ده داير سلمية حقيقية
لا عنصرية. والناس اللي بتطبل، الناس اللي بتطبل للخطأ برضه يجب محاربته، يجب محاربته محاربة حقيقية من الشعب السوداني كله. لأن أنت إنسان ماشي خطأ لا يمكن تجي تطبل له عشان أنت بتنتمي له انتماء معين، ده بحد ذاته أنت ما بتقدم للسودان شيء أصلا، لكن بتدمر الشعب السوداني وبتقطع نسيج الاجتماعي بتاع الثورة السودانية. فيجب علينا كلنا نتوجه للشارع السوداني ونقف في الشارع السوداني ونحترم الشارع السوداني ونتكاتف عشان نبني دولة سودانية، ونتكاتف عشان نبني دولة سودانية. الدولة ما بتتبني في عنا شنو؟ بعدم التوحيد. طيب إذا هم كلهم انحازوا للثورة السودانية، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة كويس الأجهزة في الدولة كلها، إذا أنتوا انحزتوا أنتوا ليه ما توحدتوا؟ كويس؟ ليه ما توحدتوا مثلا؟ ليه ما دارين تتوحدوا؟ تكونوا أنتوا ككتلة واحدة. ليه قاعدين أنه دعم السريع قوة براها والجيش قوة براه والشرطة قوة براها وأبو طيرة قوة براه والشرطة الشعبية قوة براها؟ دي كم جيش؟ طيب أخوانكم في الحركات كيف؟ طيب الكلام ده انتوا قلتوا باتفاقيه بتاع جوبا، وما تنكروا الكلام ده بالمناسبه انه ادوكم فرصه ان تقعدوا 10 سنه. طيب 10 سنه القوات دي هتكون كم؟ بعد 10 سنه اذا ما اتفقتوا مع الحميدتي مثلا يعني ما اتفقتوا مع الحميدتي او مع الحركات المسلحه، هل انه هتحصل حرب ثانيه في السودان من جديد؟ عباده جماعيه؟ طيب ما احنا رجعنا مربع الصفر. دي الاسئله اللي احنا بنسالها ودايرين لنا اجابه من الشارع السوداني. دي الأسئلة اللي بنسأل منها والإجابة حقتها إن الشعب السوداني ما عند أي زول تاني بصراحة كده. ويجب علينا ننتبه ويجب علينا نجيب وقفة حقيقية. يا جماعة نحن لحد يوم الليلة أطفالنا وأبنائنا وبناتنا وأمهاتنا لحد يوم الليلة بيفترشوا الأرض في دارفور. طيب أبناء دارفور كلنا، أبناء الرحل، أبناء المعسكرات، وأبناء الناس الغير رحل والغير ناس المعسكرات، إذا نحن كنا صح ناس صادقين بيننا وبين نفسنا كده ودارين نعمر البلد دي، ليه ما نتفق؟ ليه ناكل بعضنا البعض وبنقتل بعضنا البعض كأبناء دارفور؟ بس خلينا من كردفان والنيل الأزرق وشرق كده، خلونا منا كده، تعال نحن كأبناء دارفور. ليه لحد يوم الليلة نحن ما دارين نحترم بعضنا؟ ليه لحد يوم الليلة نحن أي زول بياكل الثاني؟ دي شنو؟ دي القبلية، دي القبلية، أنا بوريك دي القبلية. ليه؟ لأن المجرم أي زول بيحمي أخوه ولا والله يا أخي هو مجرم ذاته، ما مننا نحن أخير من الزول الثاني. الناس اللي كانوا داقد وين؟ في الحركات المسلحة، كويس؟ داقد وين؟ ناس كانوا في الصحراء وغيره وغيره، الآن لما بيجي في اتفاقية الهسي الحزيلة اللي هسي قاعدة دي، الناس جات سكتوا ساكت، سكتوا والناس بيموتوا، سبحان الله الناس بتموت، هم سكتوا ساكت، سكتوا ما شو ادوا القوات دي، ما طالبوا بان القوات دي تنضم في داخل الجيش السوداني الا من رحم الله، ما طالبوا بان القوه دي يعني مثلا تنضم في داخل الجيش السوداني ونحن كلنا نكون سوا ونوقف الحرب. الليله الثوره عندها سنتين وشويه، الموت شغال في دارفور، التهجير شغال في دارفور، الاغتصاب شغال في دارفور، الحريق شغال في دارفور، كويس؟ وكل حاجه شغاله في دارفور، حريق ونفس الناس ذاتهم، يعني خليك من اي حاجه، فيديوهات بتثبت ان المتحرك المشى حرك، كويس؟ هسي زي مثلا الحريق بتاع مجنقري، مجنقري حرقوها ناس، عندنا منهم فيديو اسمع الكلام ده منهم، هسي ممكن تسمع الفيديو لا في، الناس دي كلها عندها موجود في كل الجروبات بتاعت الواتساب، عشان ما يقولوا والله يا اخي الكلام ده ما صحيح. يعني الليله انت لما تسمع الكلام ده وتشيبه وتشيب الناس بتجي بتحرك. طيب وين القوات؟ قوات الدعم السريع وين؟ مثلا زي حريق ده دي مجنقري، الله أكبر الله أكبر الله أكبر
كويس؟ هسي زي ده الله أكبر بوين؟ كده دار نعرف بس الله أكبر دي بوين؟ وين الجهاز ها بتاعت قوات الدعم السريع حرس الحدود زي ما هي بتسمي نفسها؟ وين من حرقان مجنكري؟ والقوة الجاد دي ها ما جاد من القبائل الزنجية. سوى الكلام ده كويس، جاد من قبائل عربية ومشتركة كويس.